كيف يرى هذه المباراة النهائية، وماذا يتوقع لنتيجة المباراة النهائية؟ توقعات الجمهور في هذا التقرير، ومنه الفاصل ونرجع نتواصل. الاهلي ده محدش يتكلم عليه، ده تاريخ، تاريخ الاهلي ده هو مصر، مصر فعلا ده تاريخ. فالاهلي ولاده ما بيتنسوش، والقاعده بتاعته ما تتغيرش ان شاء الله باذن الله. لو لعبنا بنفس الخطه وبنفس الروح، واللعيبه هي كده كده رجاله، وباذن الله تقدر تحقق احلى من الفوز ده باذن الله. واوجه لحسام البدري يفضل على نفس الخطه، وان الاهلي ما بيعتمدش على لاعب او لاعبين بس، هما كلهم رجاله. ان شاء الله الاهلي هيفوز، لان طبعا انا كنت زمان